السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد المملحات بواحد العجين خفيف وبنين. نبداو على بركة الله. كنحتاجو ربعة ديال الحليب دافي، غير دافي ماشي سخون بزاف، حيت غنضيفو ليه معلقة ديال الخميرة الحبيبات، وغنضيفو ليه جوج معالق ديال السنيدة او السكر حبيبات جوج معالق. غنجانسو العناصر كاملين، غنخليوها واحد 5 دقائق بما تفاعل الخميرة والدوبلينة تفاعل مع الحليب، ونرجع لكم 5 دقائق ونرجع لكم. غنضيفو جوج بيضات بحجم كبير، بحرارة الغرفة كاس فايت لاروب اولا 100 ملل ديال الزيت بالعبار. دابا غنضيفو الدقيق، الدقيق عندنا 600 غرام من خول اولا مغربل غنضيفوه. كيف ما قلت لكم انا غنديرها في العجانه باش تعجن مزيان، خاصها تدلك مزيان، وما نساوش الملحه، غندير شي معلقه صغيره ما كاملاش، والملح تيبقى على حسب الذوق. غندلكها مزيان ونرجع لكم خوتي خواتاتي. انا رجعت لكم بعد ما دلكتها، تقريبا خدات لي 5 دقائق، ما بين 5 و 8 دقائق. هانتوما شوفوا كيفاش هي لا تيكستور ديال العجين، ماشي رطبه وماشي قاصحه. دابا غنضيف ليها 60 غرام ديال الزبده، غنبدا نضيف بالطرف بالطرف وهي كدلك، غير هي باش ما يكون الصوت، غنبقى حتى نكمل 60 غرام ديال الزبده ونتلاقى معكم خوتي خواتاتي. ها نتوما ملي درخلنا فيها 60 غرام ديال، راها كتلصق شويه، شفتوها كتلصق في الاناء. دابا شنو غندير لها؟ غنخليها هكا وغنخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها ونتلاقى معاكم خوتي خواتاتي. غنزيدو ندوزو للحشوه. الحشوه ضفت ليها، عندنا هنا بصله متوسطه، عندنا واحد الخيزوه، وعندنا واحد القرعه. حنا عندنا القرعات هنا طوال، خديت نصها اي باش، واحد جوج فصوص ديال الثوم. كلشي غنضيفو، كلشي انا هشيتهم باش دغيا يطلعوا دغيا يوجدوا ليا، ودغيا كيوجدوا في ساعة. والعطريه اللي غنضيف هي عندي معلقه مسوحه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، عندي نص قول نص معلقه ديال القزبر، واعشاب منسيمه. وبطبيعه الحال ما نساوش الملحه، الملحه على حسب الذوق. انا غنضيف كل شيء بخطره، اللي باغي الحرور يضيف، انا غير باش تعدل لي الذوق صافي. وغنخلي كلشي يتشحر مع بعضياته ويطيب مع بعضياته. من بعد ما طاب لينا الخضره تقريبا طابت، غنضيف واحد المقدار ديال الكفته، خوتي خواتاتي. من بعد ما الحشوه ديالتنا نشفات، غنضيفو ليها جوج فرماج مثلث، واحد شويه ديال المعدنوس، و الزيتون مقطع، والفرماج باش يعطي هذيك التعليكه صافي. غنخلطو كلشي بما الدوبلينة الفرماج، ونخليوه يبرد، ونخليو الحشوه ديالتنا تبرد، وغندوقوها من ناحيه لا خاصه شويه الملحه. خوتي خواتاتي ها هو
شو كيفاش الدافع ضاعف الحجم ديالو تبارك الله. شفتوها؟ حنا ما غاديش نعجنوها، غير غنجمعوها، غنحيدو منها لي غاز، غنقسمها على جوج. هاد النص غنحتفظ فيه في الجن، وهذا غنضيف ليه واحد شويه البصله. كيف ما كتشوفوا هذه بصله عسلتها، ماشي عسلتها، حمرتها في شويه زيت البلديه وشويه الابزار وشويه المليحه. غناخذ النص ديالها غنعجنو، والنص الاخر غنحتفظ به، وغنضيف ليها واحد الحك ديال الطون، محيده ليه الزيت ديالو. غنعجن الكل، هنا غنضيف لها شويه الاعشاب المنسمه. العجين الاخر غنحتفظ به في الثلاجه حتى نكمل هذا خوتي خواتاتي هنا كورتهم وقرصتهم شويه، قسمتهم، ودابا اللي بقى ليا ديال الفلفله البصله غنفرقها من الفوق، غنطليها من الفوق. غنكمل الوحدات ونرجع لكم. خوتي خواتاتي انا كملت ليهم، درت ليهم شويه البصله اللي بقات لينا اللي حمرناها. دابا غندهنهم انا غندير غير الحليب والصوجة. انا غندهنهم دابا ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، راه دغيا راهما دابا بداو يخمروا، ونشعل الفران على 170 درجة من الفوق ومن التحت وندخلهم. خوتي خواتاتي جيت للطرف الاخر، غنرش واحد الدقيق باش ما تلصقش، راكم عارفين. نحاولوا ما نكتروش. هيا رققناها، دابا غنقسموها على 3. غنقسموا العجين ديالنا اولا الحشوه ديالتنا على 3. دابا غناخذوا هاد الجهه غنديروا شويه الجبن وشويه الفرماج، وغنبداو نحطوا الحشوه ديالتنا. دابا غنجيب غنردو هذا لهاد الجهه، وردو الجهه الاخرانيه حتى هي فوق منه. قبل غنشدو غنبلو صبعنا بشويه الماء باش تلصق لينا العجين بالقليل ديال الماء باش تلصق لينا العجين، ونجبدو العجين نجرو العجين الاخر ونحاولو نديروه فوق منه في الجنب ديال فين درنا. حيدت الحواشي، ودابا غنقلبها في الاناء اللي غيدخل اولا في المقلة اولا في اللاطة اللي غتدخل الفران. صافي، ونحاول نقرصها شويه. غنكمل الوحدات ونرجع لكم. خوتي خواتاتي انا كملت العجين ديالي، دابا غنحاول نقطعو على شكل مثلثات بحال غنطراسيه، وغنخليه يخمر، من بعد غندهنو. دابا غندهنو بيض البيض
مع هنكمل هاد الوحدات ونرجع لكم. انا كملتهم، دابا غندهنهم بالحليب وصلصه الطوجه، غندهنهم ونخليهم يخمروا. من بعد غنطيبهم على 170 درجه من الفوق والتحت، الفران سخون من قبل. نتلاقى معكم في صحن التقديم. خوتي خواتاتي، هذا الطبق النهائي ديالنا. عجين تيخرج لنا عجين واحد بجوج انواع ديال المملاحات. غنوريكم الكريصه، شو كيف دايره، شو شفتوها. انا كنعتمدها حتى في البيتزا، في عجين البيتزا كنعتمدها، كتجي بنينه ورطبه. العجين ديال البيتزا تيجي رطب. ونوريكم النوع الاخر، راه باقي سخون، كلها كتذوب في الفم، كلها كتذوب في الفم. وتقدروا ها هي كتجي مقطعه مع مطراسيتها، كتجي ساهله في الماكله ورطبه. وبالاخص تقدروا ديروها كساندويشات، ديوهم معكم في يامات الخدمه. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى الملتقى.